معنا أميرة، هي سورية مغربية مستقرة في الإمارات، عندها 25 سنة. وهو شنو الاسم ديالو؟ أمين أمير. أمين أمين أمين. منين هو؟ من الجزائر. من الجزائر، وعايش حتى هو في الإمارات ياك؟ أي عايش بدبي شحال انتي ويا مع بعضياتكم؟ تقريبا هلا شهرين 2 شهر. شحال في عمره هو؟ 30. 30 سنة. دابا الإخوان، الغريب في هذه المكالمة هو أنه احتمال ديال 99% غادي يعرفها هي، غتقول لي علاش؟ حيت هو عايش في الإمارات ويلاه مشى للجزائر. هاد النمرة اللي عطاتني هي، يلاه صيفطها ليها، ملي وصل للجزائر عاد دارها. إلا كان خلاط وكانوا عنده 3 البنات حتى ل4، اللي مثلا نفس الهضره كيقولها لهم كاملين، غادي يكون النمره عاطيها لهم ب3 او 4، واحتمال يتشد. الا كان هكا وهكا وهادي ديرها هي الاولى، راه غادي يقول السميه ديالها حيت هي اللي عاطيها النمره. دابا ما غاديش تمشي ليه في باله حيت يلاه النمره دارها غير اليوم. ياك النمره دارها غير اليوم قلتي ليا ايه صافي، النمره هي اللي صيفطت لي في الواتساب ياك. ايه 213. طب أيه، على بركة الله. أمين. دابا غطلعي حتى النمرة ديال المغرب وشوفو كيفاش. قطع عليا يا أميرة، أنا نعاود نصور عليه مرة أخرى. هو جاوب. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ أمين، هذا نعم. تحياتي ليك. كي داير السي أمين؟ لاباس عليك، الأمور طيبة؟ نهارك الحمد لله في نعمة والحمد لله. نهار كبير هذا السي أمين، نهار كبير هذا السي أمين، نهار كبير نهار كبير، نهار مضخم. ما عرفتش شكون معايا. دابا غادي تعرف شكون اللي معاك. ياك معايا السي أمين من الجزائر، السن 30 سنة. نعم معايا أمين من الجزائر، السن 30 سنة. هذه المعلومات صحيحة؟ 32 سنة. السن ديالك 30 سنة ولا 32، شحال في عمرك؟ قبل ما نقدم لك راسي، غادي نسولك واحد السؤال السي امين. واش كتصنت للراديو، البرامج اللي كيدوزو في الراديو بالليل، ولا لا بصفة نهائية؟ نعم كتصنت نعم. كتصنت للراديو، البرامج اللي كيكونوا في الراديو، ولا ما كتصنتش ليهم؟ ماشي ما عادش كيفاش حاسس فيك خويا، هذا اللي قالوا جديد تصنت اللي فيه. انا شريت الصبح. عارف. انا غادي نقول لك كيفاش عرفنا. دونك نقدم لك بعدا راسي. اوكي، معك مصطفى العيساوي، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا معنا على المباشر في الراديو على اثير يوناو الموجة 96.04. سي امين، هذا البرنامج غتكون انا دوك الحالي راني مباشر. اي، انت حاليا دايز معنا على المباشر في الراديو على اثير يوناو الموجة 96.04. اوكي، جانا اتصال من عند واحد. خلي نشيك عليها. سامحني. اوكي سامحني بخير. خذ راحتك، غير ما تقطعش حيت ما نقدروش نعاودو نتصلو بك مرة اخرى. هادي بغا يقلب. شحال الموجة 96.04 من الجزائر؟ نقدر نحكمها؟ لا لازم انترنت. ماشي مشكل، شوف انا غادي نفهمك، راه ما بغينا منك حتى شي حاجه، غير باش تكون مرتاح، راه متصلين بك على الخير بعدا. جانا اتصال من عند واحد البنت. اوكي، قالت لينا باللي انت وياها كنتو في علاقه حب مده طويله، ومؤخرا لاحظ انت غيرتي عليها. اوكي، انا معها في علاقه حب. انا معها في علاقه حب مده طويله، مش مهم، كان شبه طويله. اوكي اوكي هاد البنت هادي قالت لنا باللي هي كتبغيك، وحتى انت كذلك انت كتبغيها، وقع اللي وقع، ولكن العلاقه بدات كترجع شويه بشويه. اوكي، بغات دير لك من عند البرنامج ديالنا فقط واحد السوربريز.
وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا فقط. كتبتو علينا وقلتو الحب مزيان وكل شي عيان وكل شي ها علاش اقطع ولاتي نديرو الصوت حتى الجزائر حتى هي كيحسبوها في الانترناسيونال. عطيونا بزاف دقيقة. 06 طن 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 مصوري الاخرى نديرو هكا طرق ماشي هو اللي قطع. يلا صافي 4 3 2 1 صافي عافاك بدورة. حنا بدينا شنو كنديرو من الصباح غادي ندخل واحد دخل ماشي انا اللي قطعت. الو وي قطعتي ولا عندك شي مشكل في الريزو؟ لا ما قطعت ما عندي حتى مشكل مرحبا. لا راه تقطع من عندك. المهم ما عليناش ما عليناش. قلت لك اتصلت بينا واحد البنت اسمعني كتسمعني ولا؟ قالت لك جانا اتصال من عند واحد البنت قالت لينا بلي انت جانا اتصال من عند واحد البنت قالت لينا بلي انت وياها كتجمعكم علاقة حب وبغات دير لك واحد السربريز. معليش اخي العزيز وي عطيني الاسم بالضبط نسيتو ما سمعتوش مليح عاود عطيني الاسم نتاعك. شنو ما سميت البرنامج؟ انت حاليا دايز معنا على المباشر في الراديو على اثير يوناو الموجة 96.04 اوكي. جانا اتصال من عند واحد البنت كتفرج مع معاك مصطفى الزاز. مصطفى الزاز مصطفى الزاز ملي نسالي وانا وياك لابيل وغادي نقول لك كيفاش دير باش تخرج تفرج في البرنامج ديالنا في الاعاده ديال البرنامج ديالنا اوكي. يلا 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 يلا. المهم اتصلت بينا واحد البنت قالت لنا بلي انت وياها كتجمعكم علاقه حب وبغات دير لك واحد السيربريز وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. وهاد البنت راك انت وياها كتجمعكم علاقه حب. صافي وبغات دير لك واحد السيربريز والبنت راه كتسمع فيك دابا. انا ندوز عليك مستعد تهضر معاها؟ اه دوزها وبلا شك كنظن راك عرفتيها شكون. انت شحفتينا ودي. يلا قبل ما ندوزها كاستي امين شكون هي هاد الانسه اللي متوقعه متصله بينا على قبلك والله يرضي عليك ما تذكرش النسب ديالها غير الاسم الاول يكفي. يلا مرحبا. يلا قبل ما ندوزها شكون هي هاد البنت اللي متوقعه متصله بينا وما تذكرش كريسه غير الاسم الاول يكفي. واخا انا نسولك واحد السؤال اخر. نو ايديا خاطر على 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 فيسبوك. انا ماشي عايش في الجزائر هذه وقت. انت عايش في الامارات؟ انا عارفها في الجزائر. انا عايش في الامارات صح راه عارفه. قالت لنا راك عايش في الامارات راك تالك في الاول غير ما سمعتينيش. وانا هذا البنت هذا البنت هذا البنت اه هي كيفاش تصلت على قناة على قناة ولا راديو تاع المغرب وانا ما عندي حتى علاقة بالمغرب. عندي صحابي غاربة ودم صح البنت مغربية هادي ما مغ... شوف البنت جزائريه كتفرج في البرنامج ديالنا. جزائر وين عايشه؟ في الجزائر ولا في الامارات؟ يلا مرحبا اوكي دابا فهمتي. يلا قبل ما ندوزها لك شكون هي هاد البنت اللي متوقع انت متصله بينا غير هو حاجه مش عارف شكون هي كون شكون هي كون انا قلت لك ديريكت. واخا انا نسولك واحد السؤال اخر غتكون جاوبتينا به على هذا السؤال. انت عندك شي بنت في حياتك ولا سيليباتير ديال راسك؟ انا سيدي بوك مطلق. مطلق دوش مطلق دوكا دابا الى عندكم كاش وحده انا تما ولا تعطوها لي مرحبا. اوكي دابا بدينا انا وياك كنتفاهموا انا وياك بدينا كنتفاهموا. السيده اللي اتصلت بينا هي الطريقه ديالك والنمره ديالك باش جابتها بواحد الطريقه غريبه وانا غادي ندوزها لك وهي غتقول لك كيفاش جابت النمره. غير هو عندي لك طريقه غريبه وي حيت انت الرقم يلاه درتيه غير اليوم. اوكي انا غندوزها لك وهي غتشرح لك كل شيء ولكن قبل ما ندوزها لك عندي لك سؤال واحد فقط وملي غتجاوبني غندوزها لك مباشره واخا. هاد السيده هادي واش باقي كتحس من جهتها بشي حاجه ولا لا؟ فقط هادشي واش باقي كتحس من جهتها بشي حاجه زعما تنعلو الشيطان وترجعو بجوج؟ هادشي ولي ليا وليها هادشي ولي ليا وليها ما قدرتش نهضر حيت هي مادام اتصلت بنا الا وباقا كتحس من جهتك بشي حاجه. كيفاش؟ هي باقا كتحس من جهتك بشي حاجه. كيف هاد الامور يتهضروا بيني بينها شغل هي علاش تقولكم باللي خلاص زعما الهدف الهدف واش انت قايل لك بلي هو مطلق ولا لا؟
هي كيفاش تطلق نتخم ولا راديو ما قدرش كنت عارفه نطلق ولا لا؟ اونلاين ولا شو؟ هي كتتبع البرنامج ديالنا، قالت لنا كتتفرج في الاعادات في اليوتيوب، كتتفرج في البرنامج ديالنا، كتصنت البرنامج ديالنا، كتتفرج في الاعادات، قالت لنا كتتفرج في الاعادات في اليوتيوب. اوكي، وهي كيفاش راهي لايف؟ انتوما اتصلتوا عليها؟ هي اللي اتصلت بالبرنامج ديالنا. دابا انت ملي غتعرف البرنامج ديال اوكي اوكي دابا غير قبل ما ندوزها لك، انت واش باقي كتحس من جهتها بشي حاجه؟ باقي شي ذره ديال الحب من جهتها، عندك ولا لا؟ واش باقي كتحس من جهتها بشي حاجه؟ زعما غادي يجي واحد النهار وترجعوا مع بعضياتكم ولا قاطعا؟ والله ما عرفتش واش نقول. شوف غير داكشي اللي كتحس به فقط، ما تكذب على راس. باقي كتحس. يلا انا ندوز هاك. سمعتي؟ الو سمعتي ولا ما سمعتيش؟ يلا اطاك. واحد جوج ثلاثة. سي امين، ها هي طريقتك معاك، والله يجمع شملكم ان شاء الله، راه باقا كتبغيك. الله يحفظك. شنو نهضر معاها؟ تنت انا حس بك ملي عرفتيها بلي هي اللي متصله، بحال بقى فيك الحال ولا تزيرتي ولا توحشتيها ولا؟ لا، انا عندي يا ربي ساعه كنسمعها. هضري معاها. الو الو كيفو؟ الو الو مش انت سيليباتور؟ كيفاش؟ ولا شيء، مشكور كثير لإلك، وإن شاء الله بنشوفك أكثر، مع السلامة. كيفاش؟ مع السلامة. مع السلامة يا رجال. قولي له من أنت؟ هو بيعرف مين أنا، من حكي بيعرف مين أنا. عرفتيها هي مين؟ هي عرفتيها مين؟ عرفتها، يعني ماشي طالب. نعرف أوي. أه. شو بتجيك هذه؟ شو بتجيك؟ كيفاش شو بتجي؟ يعني البنت معها ولا زالت طليقتك في قلبك؟ أنت طليقتك في قلبك وهذه فين؟ أنا حبيت نكمل نسمع شو حاجة ولا صح. أنت باندي. انت رباندي انت قطع. سيمو خلاص سيمو خلاص. بنات بلادي شي براني عولوا عليا فيه هذا الموضوع على فكرة. ما يخالف يا بنت بلدي، انا معكم وبجانبكم، لا خوف عليكم ولا هم ولا تحزنون. تمام، تسلمي عيونك.